السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم اليوم غادي ندير معكم دواس بالعجلات، ست العجلات اللي فيه كتطاجيرو. إذن بالنسبة لي أنا خدمت معها بالتلميذات ديالي، أول شريتو جديد، غادي نحلو وغادي نشوفو كيف داير باش غادي نشارككم هاد الأفكار ديالو. كاين بعض الأحيان كيكون عندنا مشاكل بزاف، هانتوما غادي تشوفو كيداير. كيدير 20 درهم البنات، شتو الرويد اللي فيها هما، كنلعب بهم كيما بغيت هما، كيساعدني. هو مختص للكوير ولشي حاجة اللي هي قاصحة بحال الكشمير ولا يعني شي حاجة اللي غليظة في القماش ديالنا. إذا كيما كتشوفوا الصباط ديالنا ها هو في داخل الجميع، ميغسوغي البائع البائع الخياطة عنده داخل المملكة المغربية وبثمن رخيص بزاف 20 درهم. إذا أنا ما كنديرش إشارة للصباط، ولكني عندي المجموعة ديال الأخوات اللي محتاجين لهاد الفكرة هادي، يعني هاد الصباط هذا. إذا كيما كتلاحظوا في لي فيديو ديالي عندي مجموعة ديال الصبابيط اللي أنا في غنى عنهم، وفي واحد الداخل يعني كنخدموا غير بصباط واحد بحال اللي بحال الخياطه، ولكني انا عزيزين عليا ديما نكتشف الخياطه لانني كنحب هذه الماده هذه. اذا من الغباء وثم من الغباء باش ما نشريش هذه المجموعه ديال الصبابيط اللي كنوريكم، يعني راه الجهل بوحدو والغباء بوحدو. يعني حاولوا ما امكن تشريوا هذا الصباط هذا الأخوات اللي معايا في القناة ديالي والمخلصين القناة ديالي باش تشوفوا الميزة الخاصة بهاد الصباط هذا. إذا غادي نجرب فيه مجموعة ديال الأقمشة يعني اللي هي كنلقاو معها مشكلة، مثلا تيل، مثلا مبرا اللي كيسميوها الإخوان الجزائريين قطيفة. غادي نشوفوا هاد الصباط واش يمكن له يعني يلقى لنا الحل. إذا أجيو نجربوا أنا وياكم. إذا نحيت العادي ديالي، هذا اللصق الثاني على هذا الشكل. إذا هز أنا الصباط ديالي الفوق، العمود اللي كيشد الصباط هزو الفوق. إذا أنا وضعت الكوير ديالي، شوفوا هذا الصباط هذا اللي فيه رسول واحد، راكم عارفين كان كيصلح ليا حتى الكوير والحاجة الغليظة يعني لي بليتسور وديال العقيق. انا سنستعملو العقيق، ورا درت واحد الحلقه بالنسبه لنا لهذا الصباط العجيب الغريب، حتى هو كيدير 20 درهم. اذا في حاله الا شريتي هذا راه غتستغني على هذا على ما اعتقد، لان تعداد الكوير كيزلق ولكن ماشي لوريجين، ما لقيتوش اوريجين يعني، ولكن حتى هو جميل. الا بغيتي تستعمليه استعمليه، يعني حتى هو كيشبه لهذا، يعني موجود هادشي في السوق، موجود عندنا في الاسواق داخل المملكه المغربيه، ولكن رائعين رائعين. اذا غادي نشوفوا واش غادي يدوز لنا الكوير ديالنا. غادي نتوكلوا على الله. لاحظوا معايا هذا راه سكاي في كي كيدوزوا، الله رائع رائع سكاي هذا. شوفوا الاخوات، الله 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 حلو كيدوزوا، يعني وحده رائع رائع والله العظيم. ثم والله العظيم ما كندير له اشهار ولا شي حاجه، غير بغيت نبارطاجي معكم الفكره الاخوات، لان مجموعه ديال الاخوات كيقولوا لي استاذ راه عندنا مشكله، راه ما كيجرمناش، راه ما كيفعلناش. اذا انا درتو على جوج، نشوف المحاوله ديال جوج، شوفوا كي كيكون غادي روعه روعه روعه، ما كيجبد ليناش، لان في السكاي كيصبح الصباط هو اللي كيبقى يدير الدور ديال لي كريف، كيشربهم ليا وكيدير لهم ديك هكذا. هذا لا 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 كيما قلت لكم، اقسم بالله العظيم ما رانيش نعمل له زعما يعني اشهار ولا حاجه، بغيت نبارطاجيه مع الاخوات باش يشوفوا كي كيدوز لنا هذا الشيء. هذا الا كان عندي هذا التعواج هذا، غير حيت ما قادوش ما مقادش بالمقص، تقدي بالمقص غادي يجيك مطيول. هنايا راه عندي غون الا كتشوفوه داير، انا غير كنوريكم كيفاش كيدوز في الكوير يعني بطريقه جد رائعه. غادي نحاولوا دابا باش نشوفوا مع التيل، نشوفوا مع التيل البنات، نشوفوا شنو غادي يدير لنا في موفرة. اذا مجموعه ديال الاسئله اللي كيطرحوا عليا الاخوات، استاذ راه الصباط ما كيدوز ليا شهاده، هذا راه فكك الحيل بالمغربيه الاخوات. ها انا وضعت التيل البنات، شوفوا اصعب حاجه عندي هو التيل. شوف ها انتم، ما كنقوم حتى شي حركه، ما كيشرب ليا ما حتى شي حاجه، يعني رائع 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 بزاف. يعني راه كنت قلت لكم في واحد الفيديو راه نتوصل به، حيت حنا
ماشي في المدينة، جبتو من مكناس من عند السيد اللي كان تقدم من عنده ديما يعني، وقلت غادي لحقاش كاين عند بناتي التلميذات ديالي كيهبطوا للمدينة، وقلت نشارك معكم هاد الفكرة هادي. البنات اجي نشوفوا هاد الشفا غلايضة ونشوفوها واش غدوز لنا في التيل ولا لا، واش غادي تبقى تشرب يعني تبقى دير لنا لونغ. هانتوما راه غون التيل عندي شتا كي كيدوز فيه ما كاين فيه لا مشكل لا تشي حاجة، بلا ما تهبطي السنان لا طلعيهم ولا تبقاي تخربقي معاهم. هانتي شوف، إذا غادي ننتقل لموبرا نشوفو عاوتاني نديرو له اختبار في موبرا واخا البنات. إذا كما قلت لكم ما يمشيش يعني الطاقة السلبية ديالك بأن الأستاذ كيدير الإشهار لهاد الصباط راه مخلصينو عليه ولا شي حاجة. هانتوما شوف، أنا غير بغيت ندوز وبغيت نعطيكم فكرة يعني، بغيت نبارطاجيها معكم الخوت. شوفوا معايا دابا في موبرا، شوفوا الأخوات، شوفوا راه لي بري ما عنديش مريقلة، مازال ما ريقلتهاش، كانوا البنات خدامين مع الصباح هنايا ولكن شوفوا شوفوا شتو كي كيدير له، والله ما كنشدوها. شوفوا ها هانتوما يديها، شوفوا ها شتو غير كنقادوه كذا، شتو يعني ساهل يعني واحد يعني واحد الصباط اللي هو رائع جدا جدا جدا. غادي نديرو في واحد التوب اخر نشوف معاه عاوتاني. اذا دوزتو في جميع المسائل وتا الغليظ، اذا السنان ديالك العلماء حطوهم ما عارفين علاش، ولكن انا ملي كنشد صباط واحد هذا قالوا لي التخصص ديالو الكوير، انا بالتجربه ديالي وعن طريق الصدفه يعني كنقري بناتي وخذات التلميذه صوبت لها ولقيتها كدوز به شي حوايج، حيت دابا دوك المبتدئات شوفوا دابا التوب كي كيدير فيه رائع. هذا التوب العريصات ها نتوما، والله ما كنشد بيه ها نتوما. شوفوا انا غير بغيت بارطاجي معكم المعلومه البنات والدراري والاخوان ديالي. اذا مع عن طريق صدفه لقيت البنات ديالي حاطينه وجالسين كخيطوا، اللي كتخيط قطيفه اللي كتخيط المبره اللي كتخيط بها هذه، وكنشوف وبديت كنلاحظ فيه السرعه الاداء ديالو والخدمه ديالو. اذا نتمنى نكون يعني وصلت لكم الفكره، نكون نتمنى نوصل لكم الفكره باذن الله على هذا الدرس ديال هذا الصباط اللي عنده العجلات، عنده 6 ديال العجلات البنات، جوج هنا وجوج لتحت، بلا ما تهبطي سنان ولا تبقاي تكرفسي مع راسك على سفيفه ولا شي حاجه، هذا كيدوز لك كل شيء والعلم لله. المهم عندي فكره وبارطاجيتها معكم، نتمنى نكون توفقت في هذا الموضوع هذا ان شاء الله. وكنشكر جميع الاخوات اللي كيديروا اللايك والتعاليق الجميله، وكنعتذر الاخوات اللي مازال ما رديتش عليهم في القناه ديالي على القناه ديالي، ونتمنى تشجعونا نوصلوا 40,000 ابوني مشترك ان شاء الله، وشكرا لكم جزيلا. اذا بالنسبه لهذا الصباط قلت لكم راه موجود في الاسواق الاخوات داخل المملكه المغربيه وثمن رخيص عند كلهم اللي كيبيعوا الخيط داخل المملكه، ورخيص ورخيص بزاف باطل. ويعني نتمنى من الاخوات يتبعوا النصيحه ديالي ويشريوا ويشوفوا، يعني راه كاين فيه لوريجين وكاين فيه الميتاسيون، يعني كاين فيه يعني الاصلي وكاين اللي ماشي هو اصلي. اذا استودعكم في امان الله، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله ديال القفطان بدايل الطاووس ان شاء الله باذن الله. يلا سمحوا لي على طولت عليكم، والى اللقاء.